في اليوم 47 للغزو الروسي لأوكرانيا ومع استمرار المعارك لا سيما في مناطق شرقي وجنوبي البلاد، حذرت وزارة الدفاع البريطانية من لجوء روس لأسلحة فوسفورية، مشيرة إلى احتمال أن تستخدم القوات الروسية ذخائر فوسفورية في قصفها لمدينة ماريوبل الساحلية مع اشتداد القتال من أجل السيطرة عليها. في هذه الأثناء تستعد القوات الأوكرانية لمواجهة هجوم روسي واسع وكبير في إقليم دونباس شرقي البلاد بحسب ما أعلنته سلطات كييف. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 4 منظمات دفاعية من طراز S-300 في منطقة دنيبرو بيتروفسك شرقي أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة كاليبر. الآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.